السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وكويسين، وكل فيديو انتم طيبين. ورجعنا لكم يا رجالة في فيديو جديد. قبل أي حاجة نصلي على النبي عشان ربنا يباركنا في كل شيء. طبعا يا جدعان، الجو النهاردة زي ما احنا شايفين كده، بص عامل ازاي، الجو قالب خالص. طبعا أحلى متعة وانت فاتح الحمام في الجو ده. طبعا فاتح له من بدري، كنتش ناوي أصور بصراحة، بس قلت أصور معاكم فيديو كده عشان ما نزلناش حاجة امبارح. طبعا يا جدعان ما شاء الله الحمام، يعني بص ابتدى يهدى هنا حوالينا. تمام ما شاء الله، تعالوا بصوا منظره جامد جدا، اللهم صل على النبي. في النهارده مش عارف الباكستاني اللي ورا ده اهو، عمال يأخر منهم، اكيد في حاجه بص في ريشه انا شايفها من تحت، في ريش ساقط من جناحه عشان كده مش قادر يطير. فطبعا شلت لهم الشواره، الشواره انا كنت حاططها لسه منزلها دلوقتي يا جدعان ولففها. تمام شلتها عشان خاطر الحمد لله، وهينزل عشان خاطر الفرد ده مفيش ريشه تضرب منه او حاجه تضرب منه. تمام يا رجاله، اهو ما شاء الله الحمام ده حوالينا، لازم بس ننزل الشبكه دي كده عشان ما نيجي نقفلها ما تمسكش. طبعا في حمام كتير انا قافل عليه منهم، في حمام كتير انا قافل عليه منهم، زي الاتنين كراكنديات دولك اسمه ايه والحلس، قافل طبعا عليهم عشان الحمام ده كده خلاص عليه الصمه والعديله، ويمكن عليه الصمه كمان. تمام وفي وفي ده انا قافل عليه يا جدعان، ده قافل عليه ما بيقدرش يطير، مش عارف ايه اللي حصل له. تمام وفي حاجه تانية انا قافل عليها، الانجليزي ده انا قافل عليه زي ما قلت لكم بيخيب، فقافل عليه، فقافل على دي 1 2 3 4 5، هنا في 1 2 3 4 5، قافل على 5 حمامات يا جدعان، طبعا غير الاثنين اللي هم بتوع التحطيط. اوكي الحمام بصوا عمال ياخد ودي بشكل ودي. ما شاء الله، خليكم معايا. بص يا جدعان اللي بكلمكم فيه اهو، الباكستاني بصوا هينزل، ساب الحمام اهو، الحمام اهو، والباكستاني هو مش قادر يطير. بصوا خدوه تاني، فالباكستاني ده في حاجة، بصوا اهو هيلف الباكستاني ده كده في حاجة، ما ينزل هنشوفه. ده رقم اتنين يا جدعان، ده انا طبعا مرقمه مع في 2 باكستانيات طيارين، ده رقم اتنين. طبعا بصوا هو مش قادر، فحاجة زي كده ممكن الحي ده يا هيروح يركن يا هيحصل له حاجة. فبصوا الحمام أصلا أهو، حمام بيكنس كده من على البيوت هيجي يحط، فاحنا في الحالة دي بص أهو أهو هيرمي نفسه. بص رمى نفسه فين؟ أهو ده اللي بكلمكم فيه، بص راح رمى نفسه فين؟ مش قادر أصلا يطير. فاحنا بقى عشان مفيش حاجة تروح وراه هنقوم عاملين كده، هنقوم عاملين كده أهو، اطلع اطلع يا عم انت، ثانية واحدة كده يا جدعان، تعالى انت كمان كده اهو يا جدعان، بس عشان نجيبه وننزل الحمام على هنا الحمام اهو، عشان طبعا طالما شافوه راح وقف على البيت هناك كده، الفرد ده في حاجة، الفرد ده في حاجة، لما ينزل هنعرف هو في ايه. اهو الحمام يا جدعان، خليكم معايا اهو. بس الحمام هيرمي نفسه، لازم قطيف قام، بس الحمام بيجي من قريبات ازاي، لازم قطيف اهو، بس هيرمي نفسه، لا الحمام كله اهو. بس يا جدعان ما شاء الله، انا عايزكم تعيشوا معايا اللحظة. اهو يا جدعان ما شاء الله، بس الحمام اكنس من على البيت اهي. ما شاء الله الحلا بيحط، بس في هوا، في هوا مخلي الحمام بص مش قادر يطير. خليكم معايا هنشوف حطيتهم هتيجي ازاي، والباكستاني لسه هناك. تمام هو من ساعة مطار وانا مش عارف شاكك فيه، فجي في الاخر ما قدرش يكمل. رجالة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، الله ولدي هتعلو تاني، الله هو اللي كان منزله. الحلبي نزل بس مش هيش بقى عشان الحلبي. تمام الباكستاني هناك، الباكستاني ممكن لما يشوفهم كلهم ينزلوا هتلاقيه امه جه، ممكن يوم قبل ما يجوا ما راحوا فين اهمك يا جدعان، شكلهم هيسخنوا تاني، فخليكم بقى معايا لما يجوا ينزلوا هرجع لكم تاني عشان كده سخنوا
وعليو، والتلات حمامات دول هنا اهو، والباكستاني هناك. تمام. بص يا جدعان، دلوقتي حالا حالا لسه جاي الباكستاني اهو، حط والحلبي بيأمن نفسه، طلع مع اخواته فوق. تمام. والحمام برضه اهو، بصوا بينزل اهو، ما شاء الله. لا اكبر. يا جدعان بصوا بيأمن نفسه وامك، ما شاء الله. بس الدور عندي وحش اوي اوي، بس شغالة يعني. الزاجل دول لما بينزلوا في ميعادهم، طبعا انا نزلتهم عشان خاطر التاني، فدول لما بينزلوا في ميعادهم بينزلوا كتف واحد. ما علينا، اللي ينزل ينزل. بصوا في اللي قادر بس يا دوتش، مش وقت صوتك دلوقتي اهو، بس فايس خان قولهم شوية وينزلوا كده. نزل اهو اتنين اربع حمامات نزلوا، والباقي لسه طاير ما شاء الله. خليكم معايا، تعالوا بقى يا جدعان، لسه الحمام طاير. هنفتح لدول كده يطلعوا فوق على الظهر، يطلعوا جنب اخواتهم كده اهو. تمام. نفتح لده كمان، انا بس بطلعهم يا جدعان يهووا نفسهم شويه. تمام. نفتح لده، يلا حبيبي، يلا يا بابا اهو، يطلع بس ايه كده يهووا نفسهم شويه. والبوازه ده كمان يطلع، يلا اهو يا جدعان يهووا بردك نفسه شويه. وعندنا الانجليزي ده، يلا ده طلع على فوق على طول. بس الحمام بينزل اهو، هو هيجي يحط الا اذا هياخدهم ويسخن. بس البواز اهو بينزل يا جدعان، هياخدهم يا اما هياخدهم ويسخن يا اما هينزل معاهم. بس هو طلع لسه في نار، ما علينا، خليه يشد حلو شويه يمكن يتظبط، يمكن حركه زي دي تظبطه شويه يا رجاله. طبعا يومنا النهارده مع نش الحمام بس، ما شاء الله زي ما احنا شايفين كده اهو يا جدعان. بس هو خدهم، بص بيلعب ازاي، دي بقى مشكلته، يطلع يتشقلب ويروح ويجي كده كده، دول هينزلوا والدنيا هتبقى زي الفل ما شاء الله. اه معلش، بس دول كده هم يا جدعان، خليكم معايا. بص يا جدعان، اول واحد نزل هو، بص اول واحد نزل، طلع عشان مش قادر، اول واحد نزل اهو. التاني اللي بيطير اهو نزل اهو، مفيش غير فرد واحد اهو يا جدعان، الحلس. بس كده الحمام كله نزل اهو يا جدعان، ما شاء الله الحمام كله نزل. لولا اللي انا كلفت دول كنت فتحت لهم معاهم يعني دوك، بس بصوا كلفتهم، انا لسه كلفهم. بصوا كنت فتحت لهم والله معاهم، ممكن بكره نعمل الحوار ده، سيبهم بقى يتهوى شويه يا جدعان، بعد كده نقفل عليهم. ورجعت لكم تاني يا جدعان. طبعا انا نزلت الحمام، كنت طبعا حاطط الستاند بتاعنا، وكنت بصور فيديوهين هينزلوا على التيك توك، واحد نزل والتاني لسه هينزل بالليل. تمام يا جدعان، فعشان كده نزلت الحمام، ان كنت بصورهم وهم بينزلوا، فما علينا، احنا شفناهم كتير وهم بينزلوا. طبعا حمامنا اهو كده كله بيكلف، طبعا هقفل، اللهم صل على النبي، هقفل عليهم وبعد كده همسك الارضيه بتاعتهم دي والبيبان هنضفها، عشان كده بصراحه مش هينفع، حمام بيبهدل بسرعه جدا جدا جدا. طبعا الاثنين الليد دولك لما اتحرقوا الاضاءه الصفراء مش حلوه، يعني دي كانت بيضه ودي كانت بيضه، كانوا بيعملوا اضاءه شكلها جميل قوي، لما اتحرقوا بصراحه الجو بقى نيله خالص. طيب عايزين بس نشوف حاجه هنا كده يا جدعان، كان في لما نقلنا الزغلولين دول الفيديو اللي فات، ناس قالت لي ايه طب ما نقلتش الاسترالي ده لسه يا جدعان، الاسترالي لسه اهو يا جدعان، الاسترالي لسه. بصوا لسه عيل صغير، لسه يعني ايه حجمه صغير ولسه عليه شويه، فهسيبه شويه يا جدعان، ما شاء الله هيبقى يتنقل هو والازرق قطيفه، هذا هو هيبقى يتنقل هو والازرق قطيفه، الزغلول اللي جوه ده. تمام. اللهم صل على النبي. كان في حاجه فكت جديده يا جدعان، هي ايه؟ اه هي اصلا كانت لسه بتفك وانا بكلف الحمام هنا يا جدعان، ده ما شاء الله كان لسه، بصوا كان لسه بص بيفك اهو، ما شاء الله اصلا فك اهو. استنى بس ناخد الحصايه دي، دي كمان هتفك، دي شكلها مكبوسه دي يا جدعان، اصلا بصوا دي ماسكه فيها ازاي، لسه مفكوكه، مش عارف هل هتطلع ولا. استنى بس نعدلها عدلتها كده، بس دي يا جدعان العدله بتاعتها، لا مش مكبوسه يا جدعان، هي خلاص هتطلع اهي. بصوا لسه اصلا بميتها، عايز بس اوريكم لسه بميتها ايه، لسه الزغلول طالع حالا ما شاء الله. بس نسيبه بقى عشان الحصوات التانية
برضك ممكن تطلع يا جدعان. يعني خلاص شرخت، طبعا المغرب بتأذن ودي كده يا جدعان هتكون نهاية الفيديو بتاعنا. ممكن يكون فيديو قصير، معلش فيديو بسيط. وكان معكم يوسف صبحي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.